أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول: إذا حلفت بغير الله من غير قصد بحيث أنها جرت مجرى اللسان فقلت بالحرام أو بالثلاث وغير ذلك، هل أنا آثم بذلك؟ وأيهما أعظم، ذلك أم الزنا وشرب الخمر؟ هذا يقصد الحلف بالطلاق. إذا حلف بالطلاق فهل يقع الطلاق أو يكون فيه كفارة يمين؟ الجمهور على أنه يقع، إذا حلف بالطلاق وقع. وشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من المحققين يقولون: لا، هذا يجري مجرى اليمين فتحله الكفارة. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا عام، الحلف بالله والحلف بالطلاق، فتحله الكفارة ولا يقع به طلاق، لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين. على الخلاف، ولكن الأحوط أنه يقع الطلاق، فإذا كان أنه رجعي يراجع زوجته، وإذا كان ما هو رجعي إنها تبين منه، هذا هو الأبرأ للذمة. وأما قوله أنه لم يقصد، وإن الطلاق ما يشترط فيه النية، إذا تلفظ بالطلاق فإنه لا يشترط فيه النية، صريح لا يشترط فيه النية، إذا تلفظ به وقع. ولو قال: أنا ما نويت، أنا ما ننظر إلى نيته، ننظر إلى لفظه. إنما هذا في الكناية، لو جاب كنايات تحتمل الطلاق وغيره، قال: أنا ما نويت، واللفظ كناية تحتمل، فيدين في هذا. أما صريح الطلاق إذا تلفظ به فإننا لا ننظر إلى نيته. نعم.